حيوان نسري. تولد صغار حيوان الدلق عمياء ولا تفتح أعينها قبل 4 أو 5 أسابيع. ينتمي الدلق لعائلة ابن عرس، وهو يجيد التسلق والقفز بين فروع الأشجار، ويحدد الدلق منطقته بواسطة مسح رائحته بالأرض. ومثل فار الخيل تعرض الدلق للصيد لأنه يقتل الدجاج أحيانا، لكنه يتغذى عادة على الطيور والضفادع والأرانب والبزاقات. يتصف الدلق بالسرية، فهو يبني أوكاره بين الصخور أو الأشجار الجوفاء، لكن الحيوان السري يبني بيته في أماكن واضحة ومكشوفة. إذن فالدلق ليس حيواننا السري.